السلام عليكم حبايبي، كدايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنىكم كاملين تكونوا بخير وعلى خير وما ناقصكم حتى خير، تكون الامور ديالكم كلها بخير وسانك سانك والمورال ديالكم طالع 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 هكا باش تعطيوني وقيت وتصنتوا ليا. المهم البنات، اليوم نهار جديد وفيديو جديد، فيديو مختلف تماما على انواع الفيديوهات اللي كندير. اليوم فقط غادي نهضر معكم ونفش عليكم قلبي. المهم البنات، ما تنساوش دعمونا باللايك والاشتراك وتفعلوا الجرس باش توصلوا دائما بجديد الفيديوهات ديالنا، وباش تساعدونا ان شاء الله الرحمن الرحيم باش تكبر لنا القناه بحول الله ونستمروا. فان شاء الله الرحمن الرحيم فمنكم كناخذوا واحد الطاقه اللي هي كتعطينا واحد القوه باش هكا الواحد كيستمر. فلا دوك التعاليق ديالكم الزوينين وداك الوقيت اللي كتاخذوه وكتشوفوا لنا داك الفيديو، فهذيك كتعطينا واحد الطاقه ان شاء الله الرحمن الرحيم باش هكا نستمروا ونعطيو ان شاء الله. فكاين بزاف ديال المواضيع وكاين بزاف ديال الوصفات وكاين بزاف ديال ما يدار، فان شاء الله الرحمن الرحيم. فدائما دائما البنات مع البنات والولاد من طبيعه الحال، يعني الكل اللي كيكون عندي في القناه جميع المشتركين. وكنقول لكم صراحه فانا دائما تنشكركم وكنقول لكم شكرا شكرا للمسانده ديالكم، وشكرا لانكم كتاخذوا واحد الوقيت هكا باش ان شاء الله الرحمن الرحيم غتسمحوا لي غادي واحد مول الخضراء فهو الصوت ديالو مجهد غادي نقطع ونعاود نرجع. المهم كنقول لكم باش هكا ان شاء الله الرحمن الرحيم كنقول لكم كتساندونا وكناخذ منكم واحد الطاقه وواحد القوه اللي هكا باش نستمروا. المهم البنات، فصراحه فبغيت انا القناه ديالي ان شاء الله تكبر هكا وتعرف، يعني تكبر لنا القناه ان شاء الله الرحمن الرحيم، تبدا عندنا حتى حنا مشاهده لمدى. فاي واحد كيبدا يعني فلا كيطمح باش يكون عنده مشتركين كثار وكتكون عنده هكا وكتكبر لي القناه. فزعما صراحه راه كل واحد والظروف ديالو باش كيدير القناه، راه ماشي غير كينوض وكيدير القناه، يعني مادام كديري قناه الا ورا عندك واحد الهدف من هذيك القناه. فكل واحد الله يسر لي امره والله يسهل على كل واحد، واي واحد كيتمنى شي حاجه يا ربي تيسرها لي. فانا صراحه دايره هاد القناه هكا باش للكسب، يعني للربح ماشي فقط للمتعه، او نقول نكذب عليكم ونقول لكم انا فقط دايره هاد القناه هكا باش نسي فيها، لا غادي نكون كذابه. فانا دايره هاد القناه ان شاء الله الرحمن الرحيم هكا بغيتها تكبر باش ان شاء الله تكون مصدر رزق. فصراحه ما غاديش نبقى نشكي عليكم وما غاديش نبقى نبكي عليكم، فاختكم كانت خدامه معززه مكرمه بين عشيه وضحاها، كتلقى راسها راهي ما خداماش ما بقاتش خدامه، وراكم عارفين الحمل ثقيل وعارفين يد وحده ما كتصفقش، يعني الراجل بوحدو ما يمكنش ليه غادي يلبي جميع زعما اي حاجه في الدار. فراكم عارفين الواحد تيكون كاري وتيكون هذا، ما يمكنش للراجل غادي يوفر لك يخلص لك راوي مصروفو الولاد وهذا، فكتبغي واحد المصروف ديالك انت خاص بك. فهذا هو الدافع اللي خلاني ندير هاد القناه، وباش ان شاء الله الرحمن الرحيم نولي واخا غير واحد الجزء قليل ياكا باش البنادم يتعاون بها على الزمان وصافي. يعني كنبغيو نتعاونوا على الزمان، فراكم عارفين الزمان دابا صعاب وما بقاش يعني متطلبات الحياه ولات صعيبه، يعني بنادم باغي وباغي وباغي وباغي، واخا غير ديك الحياه البسيطه اللي باغا تعيشها فتا هي كتطلب يعني مصاريف، يعني كتبغي غير هكا كتخرجي ما يمكنلكش تبقاي كل ساعه ما دي يدك الراجل راه شحال قد هو، يعني الواحد تيكون واخا يعيا يعطيك يعني ما غاديش صراحه ما غاديش يوفر لك كلشي. فالا عطاك دابا ما غاديش يعطيك بعد غدا، ولا عطاك بعد غدا ما غاديش يعطيك، يعني هكا يعني الراجل يلاه تيقابل المصروف ديال الدار، يلاه تيقابل الكرا، يلاه تيقابل شحال من حاجه، وعاد زيدو زيد الدراري. دابا الواحد يعني الدراري راكم عارفين بلا ما نعود لكم يعني كل واحد شنو خاصو، فانا ما كنشكيش عليكم صراحه الذكر، وانما غير بغيت نقول لكم الهدف اللي خلاني ندير هاد القناه. فانا صراحه اختكم كانت خدامه صراحه الذكر واحد المده ديال تقريبا راه واحد المده ديال 10 سنين وقيله، وواحد النهار لقيت راسي راني ما خداماش، يعني لقيت راسي راه انا صراحه ولفت داك القدير داك الرزيق اللي كنت واخا ما كنتش خدامه شي خدمه نيت نيت نيت، وانما كنت معاونه بها راسي. ودابا انا جالسه يعني درت هاد القناه ان شاء الله الرحمن الرحيم وتفرغت ليها هكا ب
باش نولي نكسب منها شويه ديال المال هكا باش يعني نعاون بها راسي وصافي. وهذا الشيء ما كان يعني ما كان نطلبوش كثر من جهدنا، هذاك الشيء اللي قسم الله وصافي بنادم باش كيعيش. فما كانش كيش عليكم صراحه تقالوا ما تقولوش راه انني زعما كندرت هكا باش استعطاف او شي حاجه، وانما غير في وسط الهضره يعني قلتها. فكنتمنى نتمنى من الله تتفاعلوا مع الفيديوهات ديالي وتشجعونا وتبارطاجيو معكم الفيديوهات فضلا وليس امرا، ما كنقولش لكم يعني فضلا منكم هكا باش تساعدونا ان شاء الله الرحمن الرحيم. فصراحه درت في الاول بديت كندير الطياب يعني كندير الطبخ، والو ما كيشوفو حتى شي حد، كتلقاي راسك كتخسري وزيد على انك كتخسري الفلوس وكتخسري في الوصفه وكتخسري في هذا، فما ما كيشوف لك حتى حد هذاك الفيديو واخا ما عرفتش شنو كديري. يعني عطا الله تبارك الله وما شاء الله الناس يعني طباخين يعني ما شاء الله عليهم، والوصفات اللي كيحطوا تبارك الله ما شاء الله. فهكا غيرت المحتوى ودرت هكا محتوى عادي. فنتمنى البنات، نتمنى منكم كاملين البنات والولاد وجميع اللي عندي في القناة تفاعلوا معنا وتشجعونا ان شاء الله الرحمن الرحيم باش بحول الله نستمروا ونعطيو ان شاء الله الرحمن الرحيم. وكنطلب من الله يا ربي واي واحد يا ربي باغي شي حاجه يا ربي تحقق عليه، ويا ربي تيسر لاي واحد باغي شي حاجه. فكنقول لكم اللي باغي الدريه الله يسر ليه يا سيدي ربي، والله يرزقهم الدريه الصالحه، واللي كيقلب على شي خدمه او في بالو شي حاجه فيا ربي تحقق عليه، ويا ربي اي واحد كيتمنى شي امنيه يا ربي تيسرها لي، ويا ربي تيسر الجميع كما انكم حتى انا دعوا معايا يا ربي تحقق لي الامنيات ديالي. فانا ما كنطمحش لشي حاجه اللي كبيره، فقط هذاك الشيء على قد الحال وصافي. يا ربي تيسر لنا الامور جميعا ان شاء الله بحول الله. فاي واحد يا ربي تحقق ليه الامنيات ديالو، فكل واحد عنده هدف ديالو في الحياه وعنده هذا، فيا ربي تيسر للجميع ان شاء الله الرحمن الرحيم. فاليوم بغيت ندير فيديو خاص هكا باش غادي نتواصل معكم ونهضر معكم وصافي. فالناس اللي كيعرفوني راهم عارفين الموضوع، والناس اللي ما كتعرفنيش هكا بغيت نقربهم مني ان شاء الله الرحمن الرحيم. والناس اللي كتعرفني راه هي عارفه كل شيء ومطلعه على كل شيء، وكن زعما يعني زعما كل شيء راه في راسها. فكنتمنى نتمنى من الله يا ربي تيسر الامور للجميع وتحقق للجميع اي حاجه كيتمناها. راكم عارفين صراحه الوقت صعابت والله العظيم، الوقت صعابت ولا كل شيء ما خصكي واحد الراجل خدام والمرأة خدامة وهذا خدام، يلاه يلاه كتكافي مع الوقت. وسيرتو الا كان الواحد ما عندوش دار يعني غير كاري، فداك الرزيق اللي كتخدمي وداك الشيء البركه اللي كتخدمي يلاه كتجي تحطيها من الدار وكتبركي نتيا. ولكن الحمد لله على كل حال والشكر لله. فالحمد لله مادام الواحد عنده صحيحته فيحمد الله ويشكره. فهذا الشيء هو اللي خلاني ندير هاد القناه هذه، وبغيت نخدم عليها صراحه تقال، وبغيت يا ربي يا ربي تحقق لي الامنيه ديالي يا سيد ربي، وتحقق لكم حتى نتوما امنيات ديالكم. فاليوم ما جيت باش غادي غير نهضر معكم فقط، لا وصفه ولا حتى شي حاجه، فقط بغيت نهضر معكم بغيت نفش عليكم قلبي وصافي. المهم راه كل واحد عالم بين الله، وكل واحد عنده اللي ما عنده القليل راه عنده الكثير، واي واحد راه عنده مشاكل ديالو. انا ما جيتش باش نشكي عليكم مشاكل، وانما غير هكا باش تعرفوا عليا وصافي. هادشي ما كان. فنتمنى البنات نكون دائما كنكون خفيفه على قلبكم، ونكون كيعجبكم المحتوى ديالي البنات. هادشي اللي نقول لكم، اختكم راه على قد الحال وربي اللي عالم بينا. فلهذا اختكم كطلب منكم كنقول لكم تعاونوا معايا في هذه القناه ان شاء الله الرحمن الرحيم باش تكبر ليا ان شاء الله وتكبر وتزيد تكبر. فلما لا نوصل ل 10000 مشترك و 20000 مشترك، لما لا يعني الواحد هو اللي يطلب هكذا. 20 مشترك ولا 1000 مشترك ماشي شي حاجه كبيره، وانما فقط هكا باش كتعرف لينا القناه ان شاء الله الرحمن الرحيم. فهذا هو الطلب ديالي الوحيد ليكم. فاللي قدرت تعاوني بالمشاهده فغيكون شاكره ليها بزاف، وكنشكركم كاملين.
هادي راه بغات تشكالي. انا لا نهائيا انا ما تنشكيش، غير فقط انا بغيت نهضر معاكم وصافي ونخوي عليكم قلبي. راكم عارفين بنادم راه غير وانت كتمسي وكتبقاي عامر باغي تطرطق. وقلت لي علاش لا علاش لي ما نورش نجيب هذيك الكاميرا ونحطها ونهضر مع المشتركين ديالي ونخوي عليهم قلبي وصافي. ما كنعطيكمش الطاقه السلبيه، المهم راه اختكم واخا هكاك بخير وعلى خير وهانيه واخا الحمد لله زعما على كل حال. يعني بنادم ما دمتي واقف وكتاكل وكتشرب فالحمد لله والشكر لله، فكاين بنادم زعما مساكن اقل منا واقل منا واقل منا، فيا ربي يا ربي لكل واحد فكما كيقولوا على نياتكم ترزقون. يعني يا ربي كل واحد يرزقه على قد النيه ديالو، على قد ربي راه تيشوف كل شيء، يعني راه ربي كيكون عالم بكل شيء. هذا مكان ونتمنى البنات دائما دائما كنقول لكم الا ما عجبتكم شي حاجه فيا فخليوها لي في التعاليق، وكن زعما كنقبل الاراء ديالكم بكل فرح. ما كيت زعما ما عادي غادي نقبل الاراء ديالكم كيف ما كانت بكل فرح، وكنحترم الراي ديال كل واحد، كل واحد كنحترم الراي ديالو. فكنتمنى البنات تشجعونا ان شاء الله الرحمن، كتبت عليكم واقيلا تشجعونا. المهم البنات فاي حاجه اي حاجه طلبتوها مني ان شاء الله فغادي نديرها، يعني الا كانت في المستطاع، يعني هكا شي وصفه او شي حاجه في المستطاع فغادي نديرها. وهادشي اللي كاين، وكنشكركم على حسن المتابعه، وكنشكركم على اي حاجه وعلى اي حاجه. فهربوا لي الكلمات مابقيتش لقيتهم هادشي اللي كاين. والله العظيم صراحه تقال، فانا ملي كنجي هكا ونحط الكاميرا فكنحس براسي خويت داك القلب ديالي خويتو وارتاحيت، فكتحسي براسك حيدتي واحد الراحه. النهار كله الواحد تيخمم ناري عرفتي، جلستي في الخدمه در 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 الحمد لله الحمد لله، جلستي في الخدمه فيها خير، يعني فيها خير. ما عرفش ربي من هنا لغدا اشنو مخبي ليا. صراحه انا ملي عقلت على راسي وانا خدامه، ما نكذبش عليكم، ملي عقلت على راسي وانا خدامه حتى لهاد المره جلست فيها، ف ما بغيتش نبقى نذكر لكم السبب شنو اللي خلاني جلست وشنو هذا. ان شاء الله مره اخرى نقول لكم شنو السبب اللي خلاني نجلس وشنو السبب اللي خلاني نجلس من الخدمه. فهاد الشيء ما كان، وهاد الشيء اللي غنقول لكم، والحمد لله والشكر لله. وكنتمنى لاي واحد كنقول لكم سمحوا لي باغي شي حاجه فيا ربي يا ربي تحققها لي. بهذا نكون ان شاء الله وصلت للنهايه ديال الفيديو، وكنشكركم كاملين واحد بواحد وحده بوحده، وكنقول لكم شكرا لكم كاملين اللي تصنتوا ليا وسمعتوا ليا. فكنقول لكم شكرا شكرا، واخا كنقول لكم دائما واخا نعيان نشكر فيكم راه ما غنوفيكمش حقكم. فكنشكركم مره اخرى، وكنقول لكم ان شاء الله الرحمن الرحيم تبقوا على خير، ونتلاقاو في واحد الفيديو جديد ان شاء الله الرحمن الرحيم. كل طاقه وكل حماس، ويا ربي تعطينا هذاك الشيء اللي ناويين يا صدر بالجميع. فكنقول لكم شكرا، وكنقول لكم السلام عليكم، والى اللقاء وفيديو قادم ان شاء الله بحول الله، ومع السلامه.